معانا رابع وصفه سلطه بالخوخ، وده حلو قوي لان احنا موسم الخوخ دلوقتي، فهي فكره حلوه ان احنا ندخل الخوخ، بتدي تسكيره شويه بتبقى لذيذه. معانا جزر مبشور، خيار مقطع مكعبات، خوخ مقطع مكعبات، فراخ مشويه مقطعه مكعبات، شرايح زيتون، خس بلدي مقطع، وجبنه براميلي مكعبات صغيره، ولوز مجروش. الصوص بتاعها انا اخترت لها صوص الفلفل المشوي، طعمه حلو جدا. معانا حبه فلفل احمر مشوي ومنزوع الجلد ومفروم ناعم جدا، ربع كوبايه زيت زيتون، نص معلقه صغيره بودره ثوم، عصير ليمونه، بابريكا، معلقه صغيره زعتر، ومعلقتين كبار جبنه رومي مفرومين ناعم. صوص فظيع. اللي عايز لا ما يشويش لسه الفلفل ممكن ان هو يعمل ايه، يفرمه كده. طيب نخلط بقى مكونات الصوص، نبتدي نحط الفلفل، زيت الزيتون، عصير الليمون، جبنة، الزعتر بيليق جدا مع الفلفل المشوي، والبابريكا اهو، كل المكونات اللي قلتها، وملح وفلفل. نقلب، دي سميكه شويه، اللي عايز يفرم الفلفل يبقى احسن، يعني يبقى يعرف يتقلب احسن شويه، يفرمه ناعم، يعني اللي عايز يفرم الفلفل الاحمر المشوي اكتر يبقى احسن شويه، سايل يعني. نحطه بقى من تحت، وبعدين هنحط بقيه المكونات عليها بالترتيب اللي ما يخليهاش تنزل ميه. دايما الفلفل الاحمر المشوي حلو قوي، اضافه الفلفل اصلا مهمه لانها مليانه مضادات اكسده مهمه جدا لخلايا الجسم عموما وخلايا المخ، كل حاجه بتعلي المناعه، بتخلي في نشاط احسن عموما. بصوا بجد احنا لو اكلنا الحاجات دي يوميا الجسم هيبقى سعيد وفي حالة احسن بكتير جدا جدا جدا، وهيعرف بقى يشتغل صح، وهيعرف يركز، وهيعرف ينتج، هيعرف يفكر، هيعرف يعمل كل حاجة. لكن لو احنا فضلنا نحطه في عبء مستمر هنلاقي ان مش عمره ما هيدينا اللي احنا عايزينه. ليه عبء مستمر؟ عشان مهم جدا نفهم المعلومة دي. احنا بقالنا قد ايه في منتجات جاهزه وبنروح نشتري من السوبر ماركت؟ البشريه بقالها كام الف سنه؟ احنا الاجهزه بقالها كام سنه؟ الاجهزه دي بقالها يا دوبك نقول 200 سنه بكتيره، يعني لو ضربنا يعني مصانع ابتدت 1980 مثلا، خلاص 1800، لا اعتذر صح 1800، انا دايما بيجيلي حاله في الحسابات دايما زي مكعب بالسحري، قلت ما اعرفش رقم غلط برضو ساعتها. ف 1880 كانت الثوره الصناعيه، والفتره دي ابتدت بقى يبقى في حاجات اجهزه تتصنع صح. فقبلها البشريه قعدت كام سنه، كام سنة من غير أي أجهزة، من غير تلاجة، من غير أي حاجة من دي، كتير جدا، آلافات السنين. طيب هل كان في ساعتها منتجات جاهزة نشتريها؟ لا. هل كان في إضافات مش عارفة مواد حافظة، منكهات، مش عارفة إيه؟ لا. هل كان في عصاير جاهزة اللي بالسكر الأبيض؟ هل كان في سكر أبيض أصلاً بيتكرر ويبقى ابيض ويبقى مضر للجسم كده؟ لا. كان الانسان الافات السنين عايش على ايه؟ كان عايش على الارض، على الطبيعه، على الخير اللي بيطلعه الفلاحين، مش على الصناعه وايه اللي بيطلعه
المنتجات الصناعيه وايه اللي بنشتريه من السوبر ماركت، ما كانش فيه كده خالص. طيب الجسم ربنا مسستمه على الطبيعه، مش على ال 100 سنه ولا 200 سنه اللي فاتوا. فاللي بيحصل ايه؟ ان احنا بندخل على جسمنا فجاه حاجات هو مش عارفها، بالنسبه له مرعبه. زي ايه؟ زي السكر في اشكاله بقى كلها، عصاير، حلويات، جاتوهات، بسكوتات، بونبوني، مش عارفه، يا نهار ابيض على الكارثه اللي بتحصل جوه الجسم. بيتخض وبيحصل له حاله فزع، يبتدي يبعت انسولين زياده ويبتدي يعمل ويعمل حاجه مش عارف يتعامل معاها، حاجه بالنسبه له غريبه الشكل غير الطبيعه، غير لما نيجي ناكل مثلا تفاحيه، موزايه، تمرايه، الكلام ده كله الجسم عارفه من سنين، هو متبرمج على ده. لا فجاه بيخش له مثلا عصير، اي حاجه، عصير صودا، اي حاجه كده، يبتدي يتبرجل. فالبرجله دي هي دي بقى سبب الامراض كلها، هي اللي بتخلي الجسم كله مش عارف يتعامل. الحاجات اللي ما بيعرفش يتعامل فيها بيروح محولها مبدئيا دهون، اللي ما بيعرفش يتعامل بيه او يحرقه او يتخلص منه بيروح محوله دهون خلاص. فدي كارثه لوحدها، فاحنا مش عايزين مبدئيا الحاجه تتحول دهون. تاني حاجه بتروح مسببه امراض بعدها، لان كل جسم عنده حاجه اسمها توليرنس لكميه الحاجات الغريبه اللي بتخش له. يعني ايه توليرنس؟ يعني عنده قدره تحمل معينه، يستحمل شويه، يستحمل ده شويه، يستحمل، يحاول 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 لغايه ما التوليرنس دي تعدي وتروح وما يقدرش خلاص يتوليريت اي حاجه، يبتدي بقى ايه؟ ان هو يمرض، مش قادر بقى، مش قادر على الحرب اللي بتحصل فيه دي، فبيمرض. احنا مش عايزين ده، صح؟ فلازم ناكل صح عشان نساعد جسمنا، لانه امانه علينا، ما ينفعش ان احنا نبهدل فيه ونستغرب ان احنا بنعيا او مش مركزين او تعبانين طول الوقت مش عارفين نطلع.